السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعين الكرام. تغطيتنا اليوم من معرض ريان للسيارات الرياض، طبعا معارض الشفا. للمزيد من التفاصيل زور صندوق الوصف. قبل ما أبدأ بالتغطية سعدي أخوة الكرام اشتراككم بالقناة، قناتي متخصصة بالسيارات، ويمكنكم إضافة على حساباتي مواقع التواصل الاجتماعي سناب شات تويتر انستغرام وعلى التيك توك. التغطية اليوم عن متسلق الصخور المميز أو فتى الصخور، جيب رانجلر موديل 2021 طراز صحارى وفئة الصحارى المميزة، الفئة اللي بعد الستاندر على طول أو بعد السبورت عشان كذا نضبطها أكثر. سيارة SUV أوف رود، سيارة مميزة، سيارة عملية ما شاء الله، خاصة الناس تبحث عن شيء للأوف رود، ومن أكثر السيارات تقدر تعدل فيها وتضبط فيها وتسوي فيها إلى آخره، تغير الرفارف، تفك الباب، تشيل الباب، تحط باب بشكل ثاني، ما عندك أي مشكلة. سعرها مع ضريبة 200 و1250 ريال. طبعا بالأول أخيرا أنصح الناس اللي تحب الأوفرود، يعني إنه أو يكون استخدام الأوفرود أكثر، يكون ميال للسيارة هذه. حق خطوط، ما حق خطوط، ترى السيارة من فوق سقف فيبر فبتسمع عزل، بيكون عزلها معك مو بذاك ذاك الزود، فإذا كنت تشتري عشان خطوط إلى آخره أوكي، هي بتروح بتسافر بتوصل معك إلى أبعد الحدود، لكن لا أظن أنه يكون فيه عزل حلو إلى آخره، لكن في البر في الأوفرود خذها سيارة. المحرك اللي عليه هو الصغير الإيكو، وش الإيكو، المحرك 2000 سي سي، الأربع سلندر توربو، طبعا معليش بيخبطنا شوي مع منافس له جديد. عموما محرك 2000 سي سي توربو 4 سلندر، اعتقد 273 حصان تقريبا، جير اوتوماتيك 8 سرعات، نظام الدفع فهو خلفي، ديفرنس خلفي، ديفرنس امامي، دبل خفيف ثقيل، وهذه ميزه جميله تحسب لهذه السياره. تكون متسلق الصخور او فتى الصخور، سياره من زمان وهي محافظه على شكلها، طب اوكي، او نقدر نقول محافظه على تصميمها، شكل يتغير، الأبعاد تتغير، الأشكال تتغير، بس تبقى نفس الهوية، شبكة معروف هذا. طبعا تجي إضاءات LED عدسة كشف الضباب LED، عندنا هذا لد السيارة من هنا، حتى الإشارات جاية LED. طبعا جنوط الصحارى ما شاء الله مقاسها 18 إنش، 255 الكفر على 70، الكفرات من نوع جوديير، هنا فيبر صحارى جيب رانجلر، طبعا اشارات بالمراية، طبعا فيها النقطة عمي هذه الفئة، والطاية جانبية. بس السيارة هذه يعني صراحة اللي بيشتريها وبيعدل عليها يعني بيتفنن. انوار خلفية LED، 4 حساسات خلفية، طبعا هذا حق تسحب سيارة او شيء، ممكن تقدر تركب لها هوك، افتح الباب، مساحة زجاج، الفيبر هذا شوفوا هذا كله كامل مع السقف، تقدر تفكه حتى السقف الامامي، تقدر تخليه كشف. طيب لا قدر الله انقربت وش بيحميك؟ هذا فيبر ما راح يحميك، اللي يحميك بعد الله عز وجل دائما، يعني حمايه الله عز وجل هو اللي يحفظ. الحدايد هذه هي اللي تحميك بعد الله، لان هذه العوارض يعني حقت السياره. يبغى شويه عنف. صرفيته بالوقود طبعا بتقييم ممتاز 13.4 كيلو، بنزين 95، متكلم محرك توربو، احب الحركه هذه اللي فيه، شوف كيف، بسم الله. طيب وكيف افتح الكبوت الحين يا حلو؟ انا معقولة في زر من جوا؟ لا انا عارف انه من برا. كذا زعلاني من بعض يا رانجلر، علمني كيف. طبعا كذا عموما هذا المحرك 2.0 لتر 2000 سي سي 4 سلندر،
تشربه. طبعا هذا السيارة من الداخل، دخول ذكي، صورك مفاتيح، حتى انا فيها خاصية تشغيل عن بعد، سنتر لوك، الباب تقدر تفكه ما عندك اي مشكلة، ما شاء الله قاعد جلد. الصف الخلفي طبعا عنده فتحات تكييف، لمبات السقف، فيها سماعات بالسقف كذلك. مرايات كهربائية فيها النقطة العمياء. طبعا هنا فرار الأنوار، كشوفات الضباب الأمامية خلفية، تحكم في موسى الضوء الداخلية، وهنا تحكم في موسى ضغط العدادات. طبعا هنا فرارات مكيف، دركسون السيارة مكسوب الجلد، مثبت السرعة هذا هو هنا. طبعا عندنا هنا البلوتوث، الأوامر الصوتية، وعندنا هنا تحكم عداد الرحلات، مستوى صرفية الوقود إلى آخره، تحكم بالنظام الصوتي خلف المقود موجود هنا. الار بي ام، دفع رباعي، شوف الدفع الرباعي اللي فيه، دفع الحين هنا خلفي 4H، تخليه اوتو كذلك. دقيقة عشان نفهم اكثر. طيب شوفوا كذا اوتو، كذا دفع رباعي خفيف. طبعا في نفس حركة ال دقايق، طبعا كذا ال لا اله الا الله الان، وتحته الفور الدبل ثقيل. الجير اوتوماتيك 8 سرعات، ما ظنيت بيعشق معنا واحنا واقفين، لكن 8 سرعات. زر التشغيل الذكي، شاشة ملاحة، كاميرا خلفية، هنا ربط الجوال، لغة عربية، خلاص كذا ضبط. حتى الشاشة تقرب معك لغة عربية. مكيف لمس، تحكم منفصل بين السائق والراكب، ستارت ستوب، تراكشن، حساسات. هذا طبعا حق الدفع الرباعي. وعندنا هنا يطفي الشاشة. اهو. عندنا القزاز كهربائي، عندنا الميديا، منفذ اليو اكس، منفذ طبعا تايب سي، ومنفذ اليو اس بي، حاملات اكوا بعد 2، الهاند بريك، تكاب بالوسط لمساحة التخزين، هذه هي برضه عندنا درج ثاني داخل، مساحتها حلوة صراحة، يا ريت يعني يحطون ثلاجة. صحيح قاعدين نثقل عليهم بالطلبات، لكن فعلا تستحق سيارة تكون ثلاجة، لأن سيارات أوف رود. الدرج الأمامي مساكة، لأن السيارة تحتاج مسكات صراحة. وين المفروض يكون فيها قماشات كذا، أذكر يكون فيها قماشات عشان الأوف رود، والله ما أدري مكانها، بس المفروض يكون فيها، ما أدري إذا فيها ولا لا، هذه فرشاتها وأغراضها. طيب هذا الهاند بريك، هذول اللون الفضي، مراية داخلية طبعا تعتيم، سقف تقدر تفكه طبعا فيبر، شماسات فيها مراية مع إنارة، السائق والراكب، طبعا حتى باب الراكب فيه سنتر لوك. الأمن والسلامة، طبعا السيارة تجي فرامل اف اس، نظام الثبات الإلكتروني، حساس كفرات، إرباك للسائق والراكب، أعتقد إن فيها إرباك جانبي بس أتأكد ما
الألومة هذه. صراحة شيء غريب، معقولة ما فيها إرباك جانبي؟ ما ظنيت فيها، يعني معقولة مكتفين بس بالإرباكات الأمامية؟ من هنا أحس يا أخي أقل شيء يكون في علامة. صراحة ما في أي علامة للإرباك الجانبي. غريبة صراحة، أنا مستغرب. أي خلاص لا فيها إرباك، هذا هو. يعني حتى لو ما جاء كذا قطعة قماش يكون منحوت نحت، فإرباقين في الجنب وإرباقين أماميات، الله لا يحيجنا لها. متابعين كرام، أتمنى تكون عجبتكم التغطية، أتمنى ما أكون كذا خبصت في المواصفات. سيارة أوفرود للطرق الوعرة الصخرية، جيب رانجلر راس سحارة ربع 2021 لدى معرض الضيان. وعلى فكرة اللي بيسأل عن أربع أبواب، موجود عندهم نسخة الأربع أبواب. طبعا خلينا نروح نشوف ذيك الثانية، لأن عندهم هذه أسود داخل جمدي ما شاء الله. أربع أبواب ب 223,675 ريال. أنت تشوف يعني بتدفع حدود 22,000 ريال زيادة عشان أربع أبواب، هذا شيء يخصك. تحب السيارة على هويتها الأصلية تكون ربع، برضو هذا شيء يخصك أنت. أتمنى ما أكون طولت عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.